تعطونا انذار انه معكم بس 24 ساعه تشيلوا بضاعتكم من هذا المحل. انت البيت يا زلمه، انت البيت اتبعي والله العيله بالبيت تشتغل سماك حرب. البيت اجا قرار بازاله كل المخالفات على سطح النهر. بنتفاجئ تاني يوم فيتوا بالاسواق ممنوع، بيجيبوا الجروفه بيحطوا لك قدام باب محلك. اعطونا فرصه نقدر نزيل مخالفاتنا اذا نحن مخالفين. ما عشوائي بتحط جروفه بتقول لي يا بنزل معك ساعه يا اما ممنوع. بتعطوا مهله بتيجي بتقعدوا مع العالم، انت مخالف بتقولوا له شيل، انت طالع لبرا بتقولوا له هبط، ما بيخلوك تشيل بضاعتك من قلب المحل بيضربوا بالجروفه. إذا هالسوق عمره 100 سنة وخالف ما الحق علينا، الحق على الدولة اللي خلت من 70 سنة المخالفات تصير للآن. دحام 60 سنة صلوا أبي بالمحل، جبنا له أوراق، امبارح طلبت على جيب لي فدع كوريج جبت له إياه، وفي ساعة كارب وفي كل شيء معه بيقبل، ولا بينزلوا المحل. ليه بينزلوا المحل؟ ما بعرف، سألوا قالوا، سألني قال يعني. شو المخالفة اللي بالمحل؟ ما عندنا مخالفة. يا دولة الرئيس سجين بيوتي حرام عليك، أنت اللي مدت القرار، وأنت اللي خليتنا ننشال، من الصبح لهلا قاعدين على رزقنا، كبينا رزقنا، أخذ أنا الحمص، لك شو عم بيعوا؟ الأربع كيلو بـ100 بجوز بدين الله. هيدي ما إدارة مخالفات، هيدي عمل وحشي.